مرحبا أصدقائي، معاكم عالم البحث على العملات الأوروبية القديمة. اليوم نتكلم عن الفئة 2 يورو التي اليوم الحديث يتكلم الجميع عن هذه الفئة 2 يورو أصدقائي مثل ما شايفين. واليوم نتكلم على هذه الفئة طبعا إذا ما لاحظنا هنا بالفيديو. أصدقائي عليكم الانتباه، إذا كانت توجد لديكم هذه القطعة أذكر دائما بفيديوهاتي على السوشيال ميديا مثل تيك توك وفيسبوك والآن في يوتيوب. أصدقائي هذه القطعة لدي أهمية ولديها السعر، عليكم الانتباه ماذا أقول وفهموا هذا الشرح عن هذه القطعة. أنا اليوم راح أشرح لكم القطعة ولكم أدي السعر لهذه القطعة. أصدقائي إذا ملاحظ هنا حرف ب وهون ختم. نحن ما نتكلم عن هذه القطعة، هي 2008، يعني أعطيك التاريخ هنا 2008 وهذه القطعة شكلها، وهون في حرف ب أو د. نحن نتكلم على الد وهون في حرف، لازم يكون في حرفين بدل هذا إذا ملاحظين، هون في ختم بشكل هذا الشكل. نحن لا توجد لدينا، نحن نريد هذه القطعة. هلأ أوصف لكم إياها توصيف خفيف أصدقائي. مثل هذه القطعة، هذه القطعة أصدقائي مثل ما حكينا الدي، وهون حرف السي لازم يوجد بهذا المكان أصدقائي. هلأ أنا بعرض لكم قطعة هون موجودة على الشاشة أصدقائي، قطعة موجودة على الشاشة، وهذه القطعة ملصقة صورة طبعا لهذه القطعة، بتجمل هذه القطعة وتسعر هذه القطعة. السعر لديها 200 أورو، السعر يقول لديها 200 أورو اللي تكلمت عنه وشرحت لكم عن هذه القطعة أصدقائي. أتمنى المتابعة أصدقائي ومشاهدة الفيديو كاملا، ونحن إن شاء الله فيديوهات جديدة. تحياتي.